رجعنا لكم مرة أخرى مع نجوم نادي الزمالك مواليد 2003، وقولوا ألو كده مش هتعرفوا ولا لأ. الو ألو ايش سامع ولا لأ؟ لا احمد نادر احمد نادر هو عطار سامع والله ما سمعناش مني. ازيك يا ابو حميد؟ يا كابتن يا كابتن، كيشو هتلاقيه خايف جدا دلوقتي. ليه بيخاف منك؟ لا ما هو مطلع يطلع في التلفزيون يعني؟ لا لا ميه ايشو بيقول ايه؟ اشرب ميه؟ اه بيقول لك اشرب ميه؟ شربت ميه؟ لا لا شربت. ابو حميد ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله بخير يا كابتن الحمد لله. كله تمام؟ يعني مبروك حصولك على افضل حارس في البطوله. حبيبي يا كابتن، الله يبارك في حضرتك. كنت بتكلم معاهم في الخباثه كده مش على الهوا، بقول لهم ايه رايك في احمد نادر؟ ما صدش ولا ضربه جزاء وبتاع. قالوا لي ايه؟ قالوا لي إيه؟ ده ما فيش ضربه جزاء بتخش في التمرين، يعني يعني في التمرين كان بيصد كل ضربات الجزاء. يا كابتن هي في الاخر حظ يا كابتن، هي صح حظ. صح ما حدش يتظلم عليها، وحتى اللي ضيع عمر اللي ضيع ما حدش يقدر يلومه يعني. هو لا وعمر حطها كويس كمان، حطها كويس حطها كويس، والكوره راح الناحيه الثانيه، هي سوء حظ يعني ما فيهاش غير كده. صحيح صحيح. و يعني ايه رايك في اللعيبه دي؟ هتلعب فريق اول في الزمالك ولا احمد؟ يا كابتن اللعيبه دي من زمان يا كابتن، وهي تستاهل تلعب يعني من زمان جدا، وهي تستاهل تطلع. مين اكتر واحد فيهم يستاهل انا يا احمد؟ مش ما فيش ما لا مش مش ليه انت مش شخصيه يا عم احمد وما بتخافش وبتاع؟ اخواتي ده انا متربي معاهم، كل ده انا بشوفهم اكتر بشوف اخواتي. طب في ابتدي بايشو، ايه رايك في ايشو كلعيب اشول بقى؟ ايشو من اقرب الناس اللي هي في الكوره، ده اولا يعني بره الكوره. في الملعب ما اعتقدش ان في حد بيعمل الحاجات اللي هو بيعملها في الملعب. يعني انت شايف ان ايشو ممكن الايام اللي جايه يبقى في الفريق الاول؟ انا مش عايز اقول كده عشان شيكابالا ده في حته ثانيه، بس ايشو ده اقرب واحد، ممكن اقرب واحد يجي لستايل لعب شيكابالا. والله هو اقرب واحد. انت كده خلصت على ايشو كده. خلصت على ايشو. ايوه انا بقى. طب وطارق عمال اكلمه اقول له يا عم انت ضريب يا عم طارق وبتاع، بيقول لي لا انا ضريب وحريف. فانت ايه رايك؟ البابا زمان كان ضريب بس. البابا ده طارق. البابا مسمينه البابا؟ انا وطارق عندنا حاجه كده بين بعض بنسمي بعض البابا. هو طارق زمان كان ضريب بس الصراحه. دلوقتي بس انا الصراحه من بعد ما سافرت كل معسكر منتخب باجي فيه وبشوفه بيتطور، كل مش كل معسكر ده كل تمرينه بيتطور. لا طارق السنه اللي فاتت دي فرق بطريقه مش طبيعيه. هو اشتغل، هو مجتهد جدا طارق، بيشتغل على نفسه يعني. طارق من اكتر الناس المجتهده اللي انا اعرفها في حياتي. طارق ممكن يبقى خليفه طارق حامد يعني في النادي؟ انا شايف ان طارق ممكن يلعب دلوقتي حالا. والله بجد، انت عارف انت عندنا مشكله في نص الملعب، احنا عند طارق وماجد دول ممكن يحلوا مشكله نص الملعب في نادي الزمالك ده لمده 10 سنين قدام ان شاء الله. دول كابتن خالد الاثنين دول لو لعبوا جنب بعض وخدوا يعني خدوا الخبره وخدوا الثقه في النفس ان هم يلعبوا درجه اولى، هيحلوا المشاكل دي لمده 10 سنين قدام بدل ما يجيب حتى من بره بملايين. واحمد رفاعي بقى اخباره ايه؟ احمد رفاعي 195 سم اهو. الرئاسه ده تاريخ. الرئاسه رفاعي برضه. انت اسمك الرئاسه؟ الرئاسه. الرئاسه. الرئيس علي. بيخافوا منك ها؟ عشان اطول واحد فيهم ها؟ الرئاسه تاريخ في النادي. الرئاسه على طول عامل مشاكل، بس دايما لما في الملعب من ارسل المدافعين واكثر المدافعين اللي بيعرفوا يلعبوا الكوره ويريحوا الحارس المرمى اللي واقف وراه دايما. انا كنت بحب بجد العب مع رفاعي الصراحه، بحب بجد العب مع رفاعي، يريحني ويريح الناس اللي قدام بكلامه، بالكره تحت رجليه كويسه والكره العاليه كويسه. لا هو كان ارتباك الصراحه. انا شايف انه ممكن ياخد فرصه دلوقتي. فاكر احمد ما كنت مسافر معاه في المطار؟ انت عارف احمد نادر خلاه يسافر يرجع معايا من اوروبا. كنا فين يا نادر؟ كنا في المغرب باين؟ كنا في المغرب ونادر قال لي خد احمد معاك. الكلام ده من كام سنه؟ من سته؟ ست سبع سنين؟ لما مارادونا قال لي ديفيد لويز وبتاع. ايوه صح، كان مارادونا الله يرحمه، مارادونا سلم عليه وبتاع واتصور معاه وكده فاكر، وعمل لك فيديو مارادونا. رجعت كنت صغير، كنت اقصر مني بعد كده بسم الله ما شاء الله بقيت اطول مني مرتين دلوقتي. طيب انا سامع احمد ان يعني امير مرتضى كلمك وفي كلام ان هم عايزينك ترجع السنه الجايه، انا عارف طبعا انت حلمك. اتفضل. مفيش كلام مباشر يعني، مفيش حد كلمني. مفيش حد كلمني مباشر، هو في زي يعني حاجات بتتقال كده يعني من بعيد لبعيد. بس مفيش حد كلمني مباشر لسه.
انا طبعا زي ما قلت قبل كده كتير، على كل حاجه على حسب مكانتي هناك في اوروبا. لو انا مكانتي هناك في النادي اللي انا بلعب فيه هناك مكانتي كويسه وهلعب مثلا سكند تيم، او هلعب حتى او هبقى موجود في الفيرست تيم كجول تاني، او حتى يعني او جول اول او جول تاني، فانا هفضل هناك. عشان دي لاي حد، كل واحد لازم يشوف مصلحته اولا. انا نفسي العب في نادي الزمالك، ومن زمان انا نفسي العب في نادي الزمالك. او انت بس يعني انت كل خوفك ان انت ترجع مثلا جون ثالث بتاع، هو ده اللي انت في الزمالك؟ لا انا في الزمالك ممكن ارجع جون رابع، ما عنديش اي مانع والله خالص. بس انا عايز اخد الطريق الصعب في الكوره، انا عايز اخد الطريق الصعب، الطريق الصعب ده هيبقى اللي انا احترف في اوروبا واخد الطريق من اوله. ده الطريق الصعب. وانت ماشي في طريقك يا احمد؟ انا ماشي في طريق الطريق الصعب، انا عايز الطريق ده. انا نفسي في الطريق ده. نفسي الطريق اللي هو انا عاشر 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 واوصل للحته اللي انا عايزها بالشغل انا بمجهودي. انت حلمك تلعب فين بقى احمد، وتوصل لفين؟ نفسي العب في الارسنال. في الارسنال؟ طبعا. نفسك تبقى في الدوري الانجليزي يعني؟ نفسي. ان شاء الله ابو حميد، ومبروك يا حبيبي، وسلم لي على بابا جدا. باباك هو تقريبا الحارس الوحيد اللي ضرب فكره ان حارس منتخب لازم يكون من الاهلي، يعني هو صح. الوحيد اللي عمل كده، نادر السيد الوحيد في تاريخ مصر يعني. بالظبط. صح طبعا. شكرا جزيلا احمد نادر السيد.